يعني احنا دلوقتي بنقضي عليها ولا بنعاقبها؟ يا ستي انا عملت كده عشان ترجع لك. يعني هي هتعمل ايه؟ هتعيش ازاي؟ ماهيتها هي مصدر دخلها وورثها كله تحت ايدك. صح، عندك حق. خليها ترجع ورجلها فوق رقبتها. بس وحشتني قوي الخيبة اللي انا فيها دي. حنيتك دي هي اللي عوجتها. الانسان عشان يتعلم الدرس لازم يدفع ثمنه، ولو زعلت يومين يعني مش قصه. البيت وحش قوي من غيرها يا نبيل. صحيح هي كانت طول الوقت في الشغل مش قاعده في البيت، بس انا طول الوقت بشغل نفسي لغايه ما ترجع. اوضب لها اوضتها، اعمل لها دولابها، اطبخ لها. انا ما بعرفش اكل لوحدي. انت عارف انها من ساعه ما مشيت انا ما طبختش. حتى دلوقتي انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا مستنيها. انا على الحال اللي انت بتتكلمي عنه ده بقالي سنين طويله. الواد ادم ما بيرجعش البيت الا على النوم، وده راجل ما اقدرش اقول له ما تتاخرش او ما تخرجش النهارده. ده لولا انه بيشتغل معايا في الشركه كان زماني ما شفتوش خالص. طول الوقت بنفتكر ان احنا اللي بندي لاولادنا القوه والحب، بس اول ما يبعدوا عننا بنكتشف العكس. بنكتشف ان هم اللي بيدونا كل حاجه، الحب والقوه والقيمه. لا ما تقوليش كده، انت ست الكل.